في مشاهد غير مسبوقة، وفي فوضى عارمة عمت أرجاء المعمورة، اهتزت الأرض وتزلزلت، منبهة الناس إلى قوة ربما غابت عن ألباب العقلاء فضلا عن السفهاء. ففي مشهد ملأه الذعر والرعب، ضرب أقوى زلزال في تاريخ اليابان السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، بما تسبب في تسونامي هائل مع أموال وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، وصنف خامسا من حيث القوة في العالم منذ عام 1900 والسابعة في التاريخ، كما جرف المد أكثر من 1000 منزل والكثير من السفن والطائرات الصغيرة، بالإضافة إلى حرائق نشب واحد منها في منشأة نووية، مما أثار المخاوف من تسربات إشعاعية، كما انهار أحد السدود في شمال شرقي البلاد حيث جرفت مياهه العديد من المنازل. وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن السلطات عثرت على حوالي 2000 جثة على شواطئ مياغي شمال شرقي اليابان، ولا تزال أعداد المفقودين بالآلاف في المنطقة التي كانت الأكثر تضررا بالزلزال القوي. وفي هذه الأثناء قالت الشرطة إن ضحايا أمواج تسونامي في البلاد قد يصل إلى أكثر من 10,000 قتيل، بعد أن كانت التقديرات قد وضعت الرقم عند 2000 فقط. وكما قالت شركة إير وورلد وايد المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث أمس، إن الخسائر المؤمنة عليها التي تكبدتها اليابان جراء زلزال هذا الأسبوع يمكن أن تصل إلى 35 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ. فبينما تتصارع كبريات دول العالم في إبراز قوتها الخارقة، تقف في لحظة عاجزة عن التنبؤ بكارثة كونية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فبين عشية وضحاها تحولت منشآت سانداي إلى رفات، فأزهقت أرواح وابتلعت سواحل عامرات، فتبدد الضياء إلى ظلماء من شرق المحيط إلى غربه، في كارثة لم يمر على اليابان مثلها، لتثبت لنا هذه الكارثة أن من كور الأرض قادر على أن يخسفها، فأي قوة أمام القوي؟ بل وأي جبروت أمام الجبار؟ فإن كانت اليابان بمفاعلاتها النووية وتقدمها التقني الهائل وقفت أمام تسونامي صاغرة، فكيف بوقفتنا ونحن لا حول لنا ولا قوة أمام رب الأرض والسماء؟